انتشرت قوات أمنية في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث نظمت مسيرة احتجاجية نحو القصر الرئاسي، وذلك بعد 4 أسابيع على انطلاق تظاهرات ضد الحكومة والرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 3 عقود ويتمسك برفض مغادرة السلطة. ودعا المنظمون وعمادهم اتحاد المهنيين الذي يضم أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات المواطنين إلى أسبوع انتفاض والتوجه من جديد إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.